مشاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورينا ومشرفينا في قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده محور حديث فيه زي ما كملناه او هنكمله من امبارح، محور حديث عن مباراه الاهلي والمصري الهامه جدا، مباراه نهائي كاس مصر واللي بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي. هيكون معانا النهارده ضيف كبير جدا، نجم الاهلي ونجم مصر ان شاء الله بعد الفاصل هقول لكم هو مين. يعني نجم كبير، اعتقد ان هو يعني هيتكلم كلام مهم جدا جدا عن مباراه الغد وعن ذكرياته مع النادي الاهلي وخصوصا كاس مصر وخصوصا كمان مباراه الاهلي والمصري. يعني قبل ما ابدا المحور بتاع الحلقه النهارده ان شاء الله اقول لكم اخبار. الاهلي يلاقي الترجي يوم 16 سبتمبر في ذهاب ربع نهائي الابطال. اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان الاهلي حدد موعد لقاء الذهاب امام الترجي التونسي ان شاء الله ليكون يوم 16 سبتمبر المقبل، وذلك في اطار دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. أوضح شمس أن إدارة الأهلي أرسلت خطابا للكاف بموعد المباراة التي ستقام على برج العرب، ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرفقا به الموافقات الأمنية اللازمة. إن شاء الله يوم 16 سبتمبر مباراة هامة جدا، بطولة هامة جدا، يعني كل الجماهير الأهلاوية مستنياها وكل الجماهير الأهلاوية بيدعوا أنها تكون من نصيب النادي الأهلي تحديدا إن شاء الله. هيكون في 20,000 متفرج ان شاء الله هيؤازر النادي الاهلي امام الترجي. اللواء شيرين شمس ايضا مدير تنفيذي النادي قال ان الاهلي تلقى الموافقه الامنيه بحضور 20,000 مشجع لمباراه الفريق الاول لكره القدم بالنادي امام الترجي التونسي. يعني برضو 20,000 ان شاء الله ب 200,000، يعني صوت الاهلاوي، احنا دايما متعودين صوت الاهلاويه كانوا 5,000 بعد كده 10,000 بيرجوا الاستاد في اي مكان. ثلاثي الاهلي يواصل برنامجه التاهيلي في ميران اليوم. ثلاثي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مروان محسن وسعد الدين سمير وكريم ندفيد ادوا تدريبات تاهيليه على ملعب التيتش بالجزيره صباح اليوم الاثنين، وخاض الثلاثي تدريبات تاهيليه تحت قياده طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل على هامش البرنامج الاستشفائي الموضوع لكل منهم للتخلص من الاصابه. يعاني سعد الدين سمير، اكيد طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان هو بيعاني من شد في العضله الاماميه، بينما يشكو كريم ندفيد من اجهاد في العضله الخلفيه. قدام حضراتكم تدريب الاهلي اللي خاضه منذ قليل استعدادا للمباراه الهامه ان شاء الله غدا. يغيب الثنائي عن نهائي كأس مصر أمام المصري لهذا السبب، بينما يواصل مروان محسن مهاجم الفريق تدريباته المنفردة وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الطبيب الألماني الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي. وينتظم سعد الدين سمير وندفت في التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة نهائي كأس مصر إن شاء الله، والمحدد لها في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب. يعني سعد الدين سمير ان شاء الله يرجع بسرعه، محتاجينه اكيد، محتاجينه اكيد، محتاجينه بقوه كمان. كابتن حسام البدري بيمنح السيد وبركات ورضوان راحه سلبيه من ميران الغائبين. حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي منح اليوم ثلاثي الفريق حسين السيد وعمرو بركات وعمر رضوان راحه سلبيه من ميران اللاعبين الغائبين عن مواجهه المصري غدا، وحصل الثلاثي على راحه من التدريبات الخاصه بالغائبين عن مباراه نهائي الكاس امام المصري على ان يستأنف الثلاثي تدريباتهم في العاشره صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيره. اكيد طبعا كلكم عارفين او كلكم تابعتوا الجدول الدوري الجديد، يعني جدول الدوري هتبقى بدايته عسكريه للنادي الاهلي في الموسم الجديد. قرعه مسابقه الدوري الممتاز اسفرت عن مواجهه الاهلي لفريق طلائع الجيش في المباراه الاولى بالمسابقه في الموسم الجديد. يعني القرعه ما تقدرش تقول هي سهله او صعبه كمباريات، لكن اعتقد ان اخر 6 مباريات صعبين جدا على النادي الاهلي، صعبين قوي، مواجهات بفرق كبيره. هقول لكم الاهلي هيقابل مين. اول مباراه الاهلي في طلائع الجيش، الاهلي في المقصه، الاهلي في الرجاء، الاهلي في الاسماعيلي، الاهلي في الاتحاد، الاهلي والمقاولين العرب، الاهلي والاسيوطي، الاهلي والنصر، الاهلي والانتاج الحربي، الاهلي والداخليه، الاهلي والمصري. بصوا بقى اخر 6 مباريات مين: الاهلي والمصري، الاهلي وانبي، وبعدين استراحه كده الاهلي وطنطا، بعد كده الاهلي وسموحه، الاهلي ودجله، الاهلي وبتروجيت، والاهلي والزمالك. يعني جدول خلاص الفرق دلوقتي يا جماعه
ما فيش سهل وما فيش صعب، الفرق كل سنه مستواه بيزيد والفكر كمان بتاع اللعيبه بيزيد، ما عادش في خوف من الاهلي والزمالك تحديدا، عشان كده بتلاقي نديه قويه جدا. قبل ما نطلع فاصل عايز اقول كلمه في العموم، في العموم وفي المطلق كمان. دايما بيجي اوقات كده بتظهر معادن الرجال فيها، اوقات الشده في اي مكان، مش في مكان محدد، فلو سمحتوا يعني خلينا نخاف على اسم النادي الاهلي مش على اسم اشخاص، خلينا نفكر في النادي الاهلي، في مؤسسه النادي الاهلي، في كيان النادي الاهلي، بلاش نوجه نفسنا او نوجه الناس لاشخاص معينه. الاهلي بمن حضر، كلمه الاهلي بمن حضر، بلاش يا جماعه نعمل رجاله على اسم نادي الاهلي. نادي الاهلي بمن حضر فيه، نادي الاهلي عمره ما كان نادي اشخاص، نادي الاهلي اهلا وسهلا بمن حضر فيه، وكله بيزداد فخرا ان هو بيشتغل جوه النادي الاهلي، وكله بيكبر جوه النادي الاهلي، وكله استفاد من النادي الاهلي. فلو سمحتوا خلي قلبكوا على النادي الاهلي، انا لازم اقول الكلمتين دول لان انا راس نظيفه ما عنديش بطحه بخاف منها خالص، بخافش من ربنا وبس. فلو سمحتوا فكروا في اسم النادي الاهلي وبس. فاصل عشان نستقبل النجم الكبير، نجم مصر ونجم النادي الاهلي الموهوب علاء ميهوب.